شاء الله كل شيء بغى يسمع القصة دي. علاش كنعاود واحد القصة ديالي وكانوا كاتبين له الا بغيتي تشوف كانوا كاتبين له في كومونتيرات تما راك غلط كتكذب كذا راه دوز معنا كونان اسماعيل وانا عارف قصة كاملة من الاول ما نزيد ما والو كل شيء صحيح. واخ تفضل اخو اسماعيل عاودنا بعدا كيفاش وقع لك المشكل شديتي وعلاش هرب المهم عاود شوف بدا لي مع الاول عاود المشكل انا المشكل ديالي كنت شديت على داك الريزويات نتاع اتصالات اييه كنت شديتهم تمايا كان وقع لي واحد الحادث وكنت ديت لهم راه داك الباتريات ديال الريزو كنت كنشفر وكذا وديت لهم داك الباتريات ديال الريزو الانوي كانوا عاد كيصاوبوا ديك الساعتين ديت لهم ومورا عاوتاني كنت ديت لهم نتاع اتصالات كان خدام دابا نعاود القصة نيشان كان خدام وكذا ومشيت الدراري المهم كنا انا وياهم تمايا دوزنا في بيبي هربنا من بيبي كنت مازال مينور فهمتيني بوسط الحبس ولكن داك البيبي كانوا دوزوا فيه الكبار وحيدوهم وردونا حنايا فهمتيني كيفاش بوسط الحبس في الحبس وبقينا تمايا واحد النهار فين كنا غنهربوا من لاكور فهمتيني كيفاش كنا غنهربوا من لاكور كانوا كيسبغوا لاكور كيديروا له الجير وكذا وعندهم واحد السلوم كبير كنا باغيين نديروهم تما للشمر فهمتي كيفاش وما هما صلحناش وبقينا واحد الايام كانوا كيصابوا واحد الشنابر تمايا جابوا معلميه بسميتهم برا فهمتي كيفاش جابوا معلميه برا واحد المعلم كان كيقطع بواحد المنشار فهمتي كيفاش حيت هو جاي من برا غير كيصاوب كان كيقطع بواحد المنشار واحد صاحبي اللي هرب معايا سميتو معايا لقاو ولد واد داملين هو اللي شاف داك المنشار شافو فاش حط داك المنشار شافو فاش شافو حط داك المنشار قالها لنا وحنا بقينا قانيين عليه حنا دينا داك المنشار دخلنا عنده مع تما يمكن لك تهضر مع بنادم الا دخل من برا وكذا كان الحبس مسرع ديك الساعه في 2008 فهمتي كيفاش المهم بقينا قانيين عليه دينا له داك اللاما وخباناها غير تما في البيت فهمتي كيفاش في داك البيت فين خدام هو باش الا تبلات عليها وكذا ما يلقاوهاش هما الا يلقاوها حيت الا ما لقاوش غينوضوا علينا السعره تما غيقلبوا عليها حنا خبعناها لهم غير تما باش الا قلبوا عاقوا بها هي هذيك ما عاقوش رحنا ديناها المهم وخب شديناها ديناها لواحد الدري سميتو كشكشي ولد واد داملي حتى هو خبعناها عنده في الرولو مع كانوا الروله كيتخيطوا ديك الساعه وكذا خبعناها عنده تما في الرولو حتى هو زادوا عامين على داك التخبع اللي خبعناها عنده فهمتي كيفاش وبقينا خبعناها شي 15 يوم تمايا والنهار فاش بغينا كان واحد السرجن كان البياس طلعنا لواحد الدريرو فوق البياس هذاك الدريرو زادوا عامين قالوا له علاش تخليهم يطلعوا فوق البياس يقطعوا وكانوا داك الساعه تما كان ديك الساعه اتصال نيدو تعقل اتصال نيدو الحديد راه مازالين حد الان لا دابا ما كاينش داك الشيء تما الحديد حيدوه قلت كانوا ديك الوقيته كان اتصال نيدو وكذا وكنا كنوضوا هكا كنطبلوا نشطحوا وداك معايا لقى كان واقف شاف شومبري تما كنت انا معاون ديالو تما ونود الدراري قال لهم نوضوا تقاد طبلوا وكذا فهمتي كيفاش ديروا الصداع قالوا نوضوا طبلوا موظفي راك عارف كيقولوا هذوك ناشطين غير خليهم ينشطوا وكذا وما يديروا لناش غير الصداع وما فاش كانوا كيطبلوا حنا كنقطعوا شويه بشويه فهمتي كيفاش شي سرجم انا داك الجهه التحتانيه قطعنا منها شويه شي سرجم هذاك بلا شي شي سرجم اللي كنتو تقطعوا واه سرجم حديده كنا كنقطعوا واحد الحديده كنقطعوا منها شويه وفو كنبغيو نستروها وكذا كيدوز الروند وكذا كنا كنقشرو خليك شي بلاصه فيها الكونيكسيون اسماعيل سبا اسماعيل خليك شي بلاصه فيها الكونيكسيون انا سبا واش كن نقشرو داك الحديد اسماعيل كلشي درجع مع فاكم جام وبارطاجي باش ما نقصش لك اسماعيل اسماعيل تسمعني واه كاسم خليتيها ليا باش ما يحصلكم شنو كنتو ديرو كما كنقشرو اي هذيك مشكلة اسمعي في الكونيكسيون بغينا نسمعوا القصة كنقشروها وكنديروها مع البابة الخبز شنو كنتو ديرو مع البابة الخبز باش كتبان بحال الصباغة كنلصقوها في داك الجهة اسماعيل خليك في بلاصة فيها كونيكسيون اسماعيل اسماعيل خليك فيها في بلاصه فيها الكونيكسيون اسماعيل واه صبر قال لك عندك الكونيكسيون صبر دابا مزيان دابا مزيان
قلت لك بدينا كنقشروا داك الجهه هذه، كنقشروها غير بشويه وكنخلطوا مع الباب هذا الخبز، راك عارف الباب الداخل اللي كتكون في الخبز، اييه كنخلطوها وكنديروا نص كافي وكنخبعوها عاوتاني غدا كنفس القضيه كنقطعوا شويه. المهم ضربنا فيها شي 3 ايام وجينا نقطعوا الجهه الفوقانيه. الجهه الفوقانيه قلنا باللي غنعوجوها، فهمتي كيفاش؟ الحديده. قلنا باللي غنعوج جو ساك داك الحديده استقطقاس ما تقدش تعوجها مع الهند. رجعنا عاوتاني خصنا بالديك الليله نهربوا، رجعنا قطعناها بالليل. كي كنا كنديروا كنشدوا قرعه د الماء كنثقبوها من الفوق، فهمتي كيفاش؟ اييه ثقيبات من الفوق، واحد كيرش وحنا واحد كيقطع باش ما كتسمعش، فهمتي كيفاش؟ فهمتك. فاش حي قطعنا الجهه التحتاني، قطعنا داك الحديده، داك الحديده اللي حيدنا كان الكرياج، بقى غير الكرياج هكا الشباك، عاوتاني ثقبناه بداك الحديده اللي حيدنا. قطعنا بداك الحديده اللي حيدنا شويه، عاوتاني حيدنا داك لي زور الدراري، فهمتي كيفاش؟ حيدنا لي زور وكذا، ولوينا يزار مع يزار، عقدنا في داك القطبه اللي باقيين تمايا، عقدنا واحد ولحنا لتحت، مع الحنا غير كتلوحو كترقب على الشمار والحيط، فهمتي كيفاش؟ هبطنا من تمايا، هبطنا في الاول السابينه، فهمتي صاحبي؟ هبطنا السابينه وحنا كنا ناويين، وكانوا كيبنيو واحد الكاريطه في القند الحيط، كنا ناويين غنلقاو تما داك البلانش وكذا ونطلعوا معاهم، فهمتي كيفاش؟ صدقنا فاش هودنا ما لقيناش داك الشيء، رجعوا جوج، فهمتي كيفاش؟ كيرجعوا جوج، بقينا اربعه بينا. فاش بقينا باربعه بينا رجعنا درنا مع السور، وتفكرت واحد الهضره د واحد ولد الثالث، هو مسكين زادو عامين كان كيخدم في داك الشيء ديال الكرفي، طار رويس كيدفع طار رويس حاشاك، كيدفع داك الاخر، وكان وراني قال لي فين كيحطوهم وكذا، كيحطوا الطار رويس كيحطوهم في واحد الجهه. قلت لهذاك الدرير اللي معايا قلت له نمشيو نجيبوا الطار رويس وكذا. مشينا درنا في دورة الشمار وكنلقاو موظفين تمايا باقي عاقل حاطين واحد الدلاحه كياكلوا فيها، فهمتي كيفاش؟ بقينا جالسين عاسين عليهم حتى كيدخلوا للكريف تمايا، وكنرجعوا كندزوا في الطارو مع تمايا كاينين صحاب الكوزينه لتحت في لاكا، ما بغيناش نجروا داك الطارو يسمعونا بينا، كنهزوا بالواحد فهمتي؟ كنهزوا بالواحد وكنديو للقنط الحيط، كندير واحد القنص الحيط وكنحطوه. المهم حطينا شي ثلاثة هكا واحد فوق واحد، وعيطنا على واحد الشومبري من الفوق، فهمتي؟ هذوك اللي كانوا كيطلعوا علينا منين هبطنا، قلنا له افتح لنا ليزار، فهمتي كيفاش؟ ليزار باش هبطنا، داك ليزار قلنا له افتحوا لنا، وكيفتحوا لنا هذاك بنادم مسكين هو زادو عامين على داك الفتيح، قالوا له كما فتحتي لهمش ما يهربوش. وكنرجعوا كنرجعوا كنعقد كنطلعوا فوق داك الطروس، وداك معايا القصحيح كيهز واحد الدرير حتى هو ولد ودامني سميتو العروسي، كيهزو الفوق للسور. لا فاش كيطلع للسور كيعقد لنا ليزار تما مع الديجنكتور ديال البوله، وكنلوحو الجهاد برا وكنهبطو، فهمتي كيفاش؟ وهبطنا وخرجنا هربنا. واش هربنا بقينا غاديين، ما مشيناش في الحديد ولا كذا، بقينا غاديين غير مع السكه السكه التران، فهمتيني؟ بقينا غاديين مع السكه السكه التران حتى الواد ملي وراك عارف المخزن تقربلات وكذا، كنا هاربين حتى الواد ملي واك يا ودي، راه ماشي غير المخزن، كلشي خلاوه بقاو حدينا غير حنا. قلت لك صاحبي كنوصل الواد ملي تمايا، انا تقول تمايا واحد صاحبي معايا سميتو العروسي اللي ولد واد ملي حتى هو، قلت له انا غندوز، كانوا كيصاوبوا له توروت فهمتيني في 2008 التوروت اللي كانت سازه غاديه طريق سازه اللي داروا جديده، كانوا كيصاوبوا هذيك الساعه، قلت له غنقطع له التوروت انايا وغنمشي في حالي لسهله، غنمشي عند واحد جدي العروبيه. قال لي صافي. هو فاش تفارقت معانا كيخرج كيدخل تما الواد من المدينه كيشدوا المخزن، كيسولوا قالوا له اسماعيل وكذا كون انا فين فين، قال لهم راه مشى عند جدو وكذا، كيصدقوا تابعيني هما سبقوني، قالوا غيمشي يكون ركاب ولا كذا فهمتيني، كيسبقوني كيجيبوها تمايا عند جداتي تمايا. صافي لقيتهم انا فيا والدار، انا فاش وصلت للدار تما ما بغيتش ندخل من باب الدار مع كاين واحد الخوال صعيب شويه، قلت انا ندخل معاك عارف الدور ديال العروبيه، كتلقى دار حدا الدار، كتلقى على جدك كيتلغي من السرجم كيشوف الكوري راك عارف، عنده السرجم كيطلع الكوري وكذا. قلت انا ندخل من تما، دخلت من تما جبتها لداخل، لقيت جداتي تما قالت لي شنو وقع شنو وقع كذا كذا، قلت لها صافي، قلت لها خليني الناس غير شويه الصباح
بكري فيقيني وكذا، كتفيقيني في الصباح كنجي خارج انا يا ومرا مع السي اللي على برا، مشينا صاحبي نلقاو مع السي اللي على برا شي اربعه بيهم. جيت غادي مع كاينه واحد الهنديه تما واحد الكودرون، جيت غادي كنشوفهم هكا ما لابسين، كان البرد ديك الساعتين شهر 9 2008 كان البرد وكذا، كان المهم كنشوفهم هكا. قلت انا يا راه ندير راسي حاشاك نحيد السروال ندير راسي جالس باش ما يتنوش شويه، فهمتي كيفاش؟ اي الحوايج درت راسي جالس، بان لي واحد كيحيد الجلابه وحاشي راسه في الطوموبيل، فهمتي كيفاش؟ حيد الجلابه لداخل في الطوموبيل باش يتبعني. وصافي كنهرب انايا، كيجيو تابعيني بقاو تابعيني هكا وانا هارب. المهم قطعت واحد الجهه فيها واحد الواد ناشف، كنخرج في واحد الديور تمايا معانا حافظ داك الجوي يعني جدي، كنخرج في واحد الديور طلعت دزم حدا واحد الراجل مسكين بحال العمال الله، كنقطع محداه الجيره كندور لواحد السطح ديالهم عندهم يسفليه، كنطلع تمايا نعس تجبت. كيجيو تابعيني تما وقفوا على داك الراجل مسكين، قالوا له راه داز محداك بنادم هنا هو مسكين بحال الله شاء الله والله ما نعرفش داك الوقيت. كيجيو تمايا بداو عليه فين راه بنادم راه داز محداك كدا. ديك الساعتين انا راني كنطلع عليهم مع تما الشجر كبير، انا نشوفهم وما يشوفونيش، كنشوفهم غير بالشطب فهمتي كيفاش؟ كيكون الشطب داير على الدار تشد الزيتون كنشوفهم غير بالشطب وكذا. بقيت كنشوفهم تما بقاو كيقلبوا تما في داك الكوارة والو ما لقاو حتى حاجة، وداك الطونوبيل كانت كتبان لي من البعيد فهمتيني ما جايه في الكودرون. حتى انا حاضي غير تما كنقول غير خصني غير نشوف تما ربعة عباد الله ولا ثلاثة عاد نهبط دابا يكونوا عاسين اللي هنايا. المهم بقيت هكا كنهرب عاوتاني، دزت عند واحد خالتي غير تما في داك العروبية ما عارفينهاش هما، بحال ما كيعرفوني كنمشي عند جدي تما ما عارفينش عندي خالتي بعيدة تما. المهم مشيت عندها بقيت عندها شي ثلاث أيام تمايا، بقيت هارب شي ثلاث أيام تما كنرجع كندخل لتاهلة مشينا صاحبي تنسمك كنرجع كندخل لتاهلة تما بقاو تابعيني كدا بقيت هارب لهم تمايا. ويومين في تالا فاش كنت جاي غادي في تالا كنتلاقى بواحد البزناز هاني على جلس الهضرة اي سير المهم ما تكونش حاجة لقيت واحد البزناز قال لي راك مرول ولا تخسر الهضرة كعرف ايش معنى امهات لا لا ما كعرف انا ما خسر لا. قلت لك كنتلاقى واحد البزناز تمايا في الطريق قال لي راك بلبلتي اش كدير هنا خصك تخوي كذا. المهم لقيته هز واحد القريعة تشرب قلت له عطيني شي وحدة غير باش نحيد الخلعة انا راك عارف قلت له عطيني شي وحده كان وانا واحد في واحد الدرب واحد الشارع قاطع فهمتيني قاطع هكا. انا كنت سكونيكتا مع واحد مول المحل تمايا كنعرفو، كنت سكونيكتا مع تما سميتو المتوكل كنقول له واش كاين شي مخزن تما باش نقطع الجهه الدرب اللي عين. المهم بقيت تمايا غير كنت سكونيكتا معاه حتى قال لي دوز دزت كندخل في الدروبه كندخل عند واحد كيبيع الدجاج وكذا عشيري حتى هو قديم راه كبير. دخلت لقيت المحل ديالهم مفتوح دخلت لعندو تمايا دخلت لعندو تمايا زيد داك القرعه شرب بديت كنخلط غير بالماء وكدا كنشرب ما كاين لا مور هذيك الساعه راك عارف الخلعه بديت كنشرب وكدا صدق هو مع جارنا وكدا مشى عند الوالده قال لها راه كاين عندي تمايا كيصدق جايب لي الوالده لتما صدق الله ما حاضينهاش وكدا يجيب لي الوالده لتمايا. فاش جاب لي الوالده قالت لي اش دير دابا وكدا شنو درتي راك عارف الوالدين مساكن. قلت لها انا راه باغي نمشي للعروبيه واحد الجهه بعيده جاي غير في الجبال كيعيطوا لها المخاط اي سمع قلت لها غنمشي لتمايا جبت 200 درهم مسكينه عطاتها لي باش عطاتني داك 200 درهم انا ضربت لي في الخوا قلت بلا ما نمشي لها اش غندير تمايا وكذا. المهم بقيت الوالده مسكينه راك عارف خلعها وكذا شويه تكع عليها الوالد شويه معنا كنت مينور كنت محسوب عليه فهمتي كيفاش كانوا شادين المخزن كيقولوا له هذاك الصغير راه محسوب عليك مينور وكذا خصك تجيبو وكذا راك عارف الوالدين خايفين ندير شي حاجه اخرى. المهم كيصدقوا هما مشاو حتى لتمايا فهمتيني المخزن قال لهم الوالد راه مشى لتمايا كيمشطوا غادي يلتزم عرفتي شحال ضربوا الطريق كتحط الطوموبيل وزيد غير الخلا. المهم ضربوا لتما وفاش مشاو لتما وقعت واحد القضيه شويه فيها شويه الضحك سمعتيني دابا عندي واحد المراه من العائله تما في الجبل دابا هي فما كتعرفش بنادم فهمتيني راك عارف الجبل غير العروبيه دار هنا دار لهي. فاش وصلوا عندها لتمايا كيدقوا عليها بالليل هي غير هي وبنتها. دابا هي شنو كاين بالها كاين بالها الشفاره
وخافت على كيجبدوها دائما في الدار كيضحكوا بها، كي صحت لها الشفاره هما كيقولوا لها فتحي راه حنا جايين على ولد اسماعيل، هي كتقول لهم لا غير ديو كسيبه وبعدوا مني مسكين. كتقول لهم غير ديو كسيبه وبعدوا مني. المهم جاو تما ما لقاو والو رجعوا، بقيت هارب لهم انا تمايا فتاله راك دائما كيتبعوني هكذا. المهم بقيت شي 20 يوم هكاك شدوني، المهم بقيت هارب شي 20 يوم كيشدوني. المهم شدوني في العربيه عند جدي فين دخلت الخطره الاولى تمايا كيدوروني تمايا، حسيت بالطوموبيل غاديه في الكودرون وبقيت متسنط لها بالليل، كنتسنس كنشوف واش تحبس ولا ما تحبسش، حتى كنسمع بها حبست قريبه تمايا ما كاينش الدور بزاف. قلت راه هما انا خرجت من الجهه اللورانيه وما كي خرجت من الجهه اللورانيه الكواره كاين واحد الزرب تمايا داير واحد الجرده كذا وما راه مخبي لي تمايا، انا يلا درت رجلي على داك الزرب نتاع الجرده وما كيحسوا بيا كيضربوا فيا داك البيلاس كبار، وجيت هارب تمايا وبقاو تابعيني بقاو تابعيني طف طف، وكاين واحد بحال الواد هو ناشف فيه الدفله وكذا، وانا تحشيت تمايا فداك الواد اللي فيه الدفله وكذا، تخبعت تما فداك القنص مشيني، هما كانوا جايبين معاهم داك الكلاب مشيني داك الكلاب وطارت لهم داك الرورونجات داك الرولوي طوا باو، انا مشيت داك الكلاب ديك الساعات بقيت محشي تمايا، تلقاهم معايا تمايا فداك الجهه محشيين معايا لداخل، كنبغي نهز يديا كنكاليهم شويه نهضر بحال نسيت معاهم والو ما كيجعلونيش، حتى كيوصلوا عليا داك الحناش وصلوا عليا تما كيشدني واحد فيهم كيدير لي الطربوش على عيني قال لي واش هو الكوناني، قلت له كيردني حتى للدار جدي تمايا، عاوتاني كيطلب لهم لي كارت كامل وكيطلعوني صافي طلعوني التزاد. لا في الاول فاش شدوني تجاود غاديين بيا الواد املين قالوا لي لا بان لك داك صاحبك هنايا ندورو بك شي دوره الا بان لك وريه لنا، بقيت كندور معاهم تمايا كيعيط عليهم الوكيل قال لهم فين راكم، قالوا له حنا كندورو في واد املين اللي يبان لنا، قال لهم لا جيبوه دابا كيصدقوا دايني حتى لابيجي تما في تازا، دخلوني تما لابيجي راك عارف البحث وكذا، وهبطوا هذوك اللي في السينون كامل كيهبطوهم سلسله وحده الحبس مينوط واحد سلسله كيهبطوهم لسميتهم لا بيجي كيسولوهم كيفاش كذا، بداو كيسولوني قلت لهم اللي كاين اللي كاين لا شدوكم كامل الحكم الاول عطوني 3 شهور واش شدوكم، الحكم الثاني ما سولوني ما والو تجاو عندي السنون كيعطوني عامين، وهذه هي القصه اخويا. وشدو كل شيء شحال كنتو هربتو بيكم ديك الساعه شحال كنتو هربتو؟ هربنا اربعه بينا، انا كنت مازال ما محكومش ومعي لقى ما محكومش والعروسي عاز العرب حتى هو ما محكومش، وكان معنا واحد من الناظور سميتو خرخاشه سفيان كان محكوم ب 10 سنين عنده بطانه. المهم اربعه بينا. وشدوكم كاملين؟ ماشي اخويا وشدوكم كاملين؟ شدوكم اربعه بينا كاملين، بقى داك معي لقى هو اللي بقى التالي دوز شي اربع شهور هو اللي بقى مطول. قصه عندك يا اخي اقسم بالله الا قصه واقعيه، الا بغيتي نصيفط لك دابا فوتوكوبي د لاكارت والله تنسردو لك باش تعرفني انا، وانا غنسردو لك دابا غيسردو لك خاصك دوز في هذاك الشيء ديال الهروب هروب ماكر خاصك دوز فيه اقسم بالله تنسرد لك لاكارت ها هو يسرد لك باش تعرفني ما كنكذبش عليك، وراه واحد بنادم سبق له هضر على هذا الشيء وانا غير كيخربط فهمتي كيفاش؟ دابا راه نحن من بعد القصه الحقيقيه هي اللي تصدر مني انت من عندك ها؟ والله الا معندي وجيت لقيت شي 27 موظف تزرف ويلي المدير جراو عليه، هذوك اللي كانوا شادين العتاب الليل وكذا كاملين مشاو كلشي مشى بالمدير بكلشي انت داكشي اللي كان في الحبس واو داكشي ديال الحبس عرفتي السبب اللي زور في الحباسات كاملين لي زور انا هو سببهم في ذاك لي زور حيدوهم من الحباسات كاملين غير فاش هربنا بداك لي زور من تما ورد الفوق ما بقاش كيستعملوا لي زار في اي حبس وغير الكوفر لي هكا اه دابا انتم جات عاوتاني الصوار زادوهم غير بسببنا ما كانش ذاك السلك دابا فين ما مشيتي السلك ايوا اش غنقول لك اخي سهير فريمون والله يجعلها اخر مره واخر الاحزان فريمون شكرا بزاف راه والله الا عفا عليا الله دابا راني في العيون والله الا خدام في واحد الشركه ديال الحوت خطيت راسي اخويا شحال هادي ما رجعت للحبس والله يسلمك امك الدراري راك كتعرف الله يحفظك اخويا وشكرا برافو عليك ونتمنى لك ان شاء الله ديما نسمعوا لك الخير وتنشكرك بزاف لان عاوتنا القصه المشوقه
المهم شكرا لك. اقسم بالله الا قصه واقعيه ما فيها لا كذب لا والو من الحادث.